المشهد المجدين فيك. الله يبارك فيك. وهي فرصة يعني إني قدرت أكلمك من هاي البرنامج. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. بس بغيت أوضح لك نقطتين. النقطة الأولى إنك ذكرتي عن مجلة رارا والشباب. اولا انا لا صحفية فيها ولا اللي دخل فيها، لكن من متابعتي حق المجلة يعني ما في عدد يمر الا صورتك موجودة. هنا انا ما قلت أيوة. رياضة وشباب. ايوه انت قلتي رياضة وشباب، ما طرحت لي عن جرش او شيء من هالنوع. لا ما قلت رياضة وشباب، قلت احنا انا عديت الرياضة والشباب على اساس انها هي مجلة اماراتية. اماراتية ايوه، بس لكن متابعتك على طول. اي طبعا انا ما اقول لك أيوة. خصوصا اخوي ربيع هنيدي. ايوه مو مقصر. فانا ليش قلت لك هاي الموضوع؟ على اساس ان ما اريدهم ياخذون عليك مأخذ. لا 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 بالعكس بالعكس بالعكس. انا اشكرهم أيوة. من كل قلبي، بس انا اقول عم تحكي تحت. انا ما اتكلم عني انا. ايوه انا اتكلم عن المطربين الخليجيين. ايوه او الشعراء او الملحنين الاماراتيين. ايوه لا انا افتكرت ان انت لا لا بالعكس أو شيء. بالعكس هاي وحده. والثانيه هاي انا يعني من زمان خاطري كنت اقول لك عن هاي النقطه اللي هو سولت في الكويت مع صحفيين برنامج. في مره حسيت انهم حاولوا يحرجوك في شيء، فانا اقول لك ما يهمك حد. الله يبارك فيك حبيبي. واحنا يعني الجمهور كله يحبك. الله يبارك. اقول لك يعني يعني في خاطري اقول لك تحطين بالك حق اي كلمه. الله يبارك فيك اختي صالحه. اي وبس هاي اللي بغيت اقول لك. فيك البركه. الله يبارك. شكرا لاتصالك صالحه. اهلا وسهلا فيكي. طبعا تعقيبا على اللي ذكرته، السنه حصلت باستفتاء اللي اجرته مجله الرياضه والشباب. نعم. على لقب مطربه العام 96. فأهلا وسهلا فيك مطربة العام. الأستاذ خالد درويش يعني ما سمعنا صوتك بالمرة من أول من أول الحوار. أنا سعيد جدا بوجود أحلام معنا في هذا اللقاء. الله يبارك فيك. وأنا اللي سعيد بوجودك معنا. الله يسلمك. وطبعا الفنان المحلي عموما تعقيبا على كلامها دائما يتذمر من الصحافة المحلية بأنها مقصرة في حقه. لولا الصحافة المحلية لما كان لهذه الأصوات أن تبرز وأن تثبت وجودها في الساحة سواء العربية أو الخليجية. الفنانة أحلام أيضا شاركت في مهرجان جرش وحظيت على تغطية كبيرة من مجلتنا، وأيضا الفنان محمد المازم. وأعتقد أنها هي تداوم قراءة المجلة طبعا. وأنا ذكرت الكلام يمكن فاتها الموضوع بس لا ذكرت ان حياه الناس هي المجله الوحيده اللي خطت لي جرش. نعم. على كل حال انا الحقيقه اثرت موضوع الصحافه تعقيبا على موضوع محدد يلي هو انتشار الفنانه الخليجيه المغنيه خاصه. فانا قلت على من تقع المسؤوليه لعدم انتشارها عربيا؟ على من؟ على شركه الانتاج؟ عليا شخصيا؟ على الصحافه؟ خاصه وان الممثلات الخليجيات وصلوا يعني الى على مدى الوطن العربي. هذا هو بس بالضبط. ايضا ايضا هو مش يعني الـ يعني الـ حاليا انا ما الوم يعني السؤال هذا، لكن دائما الفنان المحلي لما ينسال عن الصحافه فبيبدي لا لا على كل حال بدي اقول لك شيء. لا لا بالعكس بالعكس معليش. بالنسبه للصحافه انا بالنسبه لي انا مثل ما قلت لك عندي في حياه الناس اكثر من 12 غلاف. عندي في رياضة والشباب أكثر من كذا غلاف. عندي في لولاة الخليج. عندي أنا ما أتكلم عن نفسي. لما أنا تكلمت ما كنت أذكر نفسي، أنا كنت أذكر المطربين أو الملحنين المحليين بس. على كل حال الله يديم الصداقة اللدودة بين الصحافة والفنان وبيني إن شاء الله معكم. احنا بنعرفها قبل ما تكون مطربة يعني. الله يبارك فينا. الله يبارك. على كل حال ناخذ اتصال خارجي نستقبله سوا على الهواء. ألو مساء عليكم. ألو نعم مساء الخير. مساء النور. اول شيء ابغى اسال الفنانة احلام شو مستواها الثقافي؟ ونحن اول شيء بنحب نتعرف عليك. ليلى المغربي. عم تحكي من وين ست ليلى؟ من لندن. من لندن. اهلا وسهلا فيك. أيه. ست يعني احلام عم تسمعي. مرحبا وسهلا. يعني من غير زعل ولا حرج ولا اي شيء، ايش مستواك انت الثقافي؟ جامعي حبيبتي. جامعي. جامعي؟ نعم. لا بس طريقة كلامك وهجومك على الفنانين وعلى الصحافة يعني ما يبين ان مستواك جامعي. على كل حال على كل حال نحن بنشكر رأيك، إلا إنه مش هيدي الطريقة. لا بس يعني الطريقة اللي تتكلم فيها فيها يعني بحق للفنان يحكي بأي طريقة اللي بيريدها يا دموع يا أنسة.
ست ليلى بحق للفنان يحكي بالطريقه اللي بريده. ونحن كمان نحن كمان بنشكر رايك ست احلام. الحقيقه لا مش مشكله يعني احنا اعطت رايها ما هيك بكل حريه. اول شيء حضرتك شو درستي؟ ما هلا فتحت لنا سؤال. طبعا انا يمكن هي معاها حق بس في شيء واحد هي لازم تعرفه، انا فنانه جدا جدا فوق ما تتخيل البنت صريحه. الله يديم صراحتك. فيعني يمكن يمكن الطريقه بتفكر. لا وكمان هي بالفعل انا كمان اقرا في جرايد ومجلات اني انا سبيت المطرب فلان. نعم. اني انا قلت عن المطرب هذا فلان وبالفعل انا ما قلت، وكلامها ممكن لان هي متابعه للمجلات والجرايد وهذا كلامها صحيح. اما بالنسبه لي انا صراحتي جدا انا وحافظي على هذه الصراحه. نعم. على كل حال ننتقل مجددا الى الجمهور وسؤال هذه المره كمان مسجل، سؤال واغنيه. يا ليت بغني لك اغنية مع السلامة، بس صوتي مو بحلو ولكن ان شاء الله انا يعجبك. اغنية مع السلامة من اشد المعجبين بها. مع السلامة تبي تبعد بحفظ الله، قلبي تعود على زلة مواليفك. ان كان قلبك يبي يرذب بحفظ الله، دايم يا لا 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 يا لا لا. إن كان حظي ومكر، إن كان حظي ريش العين وياك، الله يطبلك بالسلام. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. الله إن كان حظي وريش العين وياك، الله يجيبك علين لمكاني، وأقول لك أهلا وسهلا وحياك يا اللي ما نسيتك. يا لا 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 يا لا لا. ألف شكر. أحلام شو رأيك بصوته؟ والله هو كفاية إنه يكون غنى بس. قد إيه بتعطيه عدالة؟ لي أنا؟ 10 على 10. ليه؟ لأنه بحبها عم بغني باندفاع. طيب كيف أنت بتغنيها؟ نفس الأغنية؟ اي. يا لا لا يا يا لا يا لا يا يا لا لا. إن كان حظي يا رياش العين وياك، الله يجيبك عني اللي مكاني. الله يسلم تمك. أحلام بتشاكس بأغنياتها ها؟ يعني في عندك شوية مشاغبة بأغنياتك. نعم. إذا جاز التعبير. فهالطريقة بالغناء كيف اكتسبتيها؟ والله حقيقة أنا بعدين بتشبهك يعني بتعبر عنك؟ والله أعتقد الأغلبية يعني الإنسان يأخذ ما يجول بخاطره. أيوة. وأنا دائما أختار الأغاني اللي أحس إنها قريبة مني. نعم. تختاريها ولا بتقترحي الفكرة إلى الكاتب؟ يعني هل أنت بتاخذي الكلام جاهز من الكاتب أو بتقولي له بدي هذه الفكرة؟ لا أنا مثلا الكاتب يعرض علي قصيدة قصيدتين ثلاث. نعم. وأنا أختار. طب صارت كلها بسياق واحد، يعني صارت كلها كأنك عم بتفتشي على نمط غنائي واحد. لا مختلف. نمط بال 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 بالأفكار. بالأفكار. لا يعني مثلا مثير و... مثير فضها سيره. اي ومع ومع السلامه. ومع السلامه. اي فكل يعني كل واحد كل اغنيه فيها اختلاف من غير من حيث يعني الاداء والاحساس والقناء وال يعني بعتقد انه كمان بتحكي من موقع الند للند لهذا الرجل. لا يعني
من واقع احساسي حقيقه. نعم. شو راي الاخوان المشاركين معنا؟ الحقيقه الفنانه احلام بفتره قصيره جدا يعني قدرت توصل لقلوب الناس كلها طبعا، والسبب هو هالاسلوب اللي عم تتبعه في المخاطبه مع الناس. نعم. لكن نحن بنخشى عليها من هالصعود السريع، بنتوقع منها. شو بتقصد يا استاذ زياد؟ على الصعود الى القمه صعب، بس المحافظه عليه على البقاء فوق سهل، بس المحافظه صعب. يعني هو المحافظه دائما بتصير مؤرجحه، دائما ممكن الواحد يرجع يرجع يبدا. نعم. حسب الاغنيات اللي بيختارها، حسب الا في حاله واحده، يعني اذا كان الفنان طبعا منظم طريقه ومنظم حياته في هالموضوع بالذات يعني. نعم. فهل انت يعني من النوع اللي منظم هالامور هاي، ولا تارك هالامور هاي لناس اخرين هن اللي يديروها؟ يعني بتقصد انه وجود مستشارين ومواجه. نعم. يعني تنظيم، تقصد تنظيم ايش؟ تنظيم هالصعود اللي عم نحكي عنه. طبعا. هالصعود تنظيم خطك الغنائي وطريقك، لانه 11 شهر وانت في مركز تحسدي عليه الان. الله يبارك فيك. يعني الحمد لله. وان شاء الله لمين بتكني بجميل؟ لمين بتكني بجميل بهول 11 شهر انك انت بهذه بهذا الموقع؟ الاستاذ واللي هو ماسك الان يعني جميع اعمالي حمد الدخيل، اللي بالفعل وقف معي من البدايه الى الان. نعم. الاستاذ انور عبد الله اللي من اول ما بديت اغني اعطاني 4 الحان وهذا من ثقته فيني. نعم. الاستاذ عارف الزياني اللي بالفعل من البحرين. نعم، من البحرين. نعم. استاذ سليمان المله اللي لحن من الكويت. نعم، من الكويت. الشعراء علي الخوار، سالم سيف الخالدي، عبد اللطيف البناي، جمال ادريس، ناشي الحربي، خالد البذال من الكويت. نعم. نحن هلا كمان رح نتابع معك الحوار، رح ناخذ اتصال، وبعد هذا الاتصال اشتاقوا المشاهدين يشوفوا اغانيك مصوره، ف رح بعد الاتصال رح نستقبل الاتصال وبعد منه اغنية. طيب. الو الو، مساء الخير. مسيناكي، مين معي؟ معك شهناز من الدنمارك. اهلا وسهلا ست شهناز. اهلا فيكي. مساء الخير المطربة احلام. مرحبا وسهلا حبيبتي، مرحبا. بدي اقول لك شغلة، انه بلبنان مغطى الصحافة اللبنانية مغطي بشكل مش معقول اخبارك. الله يبارك فيهم. وثاني شيء انه انت بتقولي عمرك الفني 11 شهر. نعم. فقطعتي شوط ممتاز جدا جدا جدا. شكرا يا حبيبتي، الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي. في شيء سؤال؟ كمان ايه سؤال، بس انه يعني شو طالما انه طموحاتها للمستقبل مثل ما شايفين من انتقاء الاغنيه واللحن لحديث هلا شايره على الطرق السليمه. الله يبارك فيكي. فشو المخططات المستقبليه غير المهرجانات؟ طبعا يا ريت لو نسمع مقطع صغير لفيروز. الله يا حبيبتي، ان شاء الله نقيتي لها المطرب وكمان اللي بتحبه. على كل حال بدنا نشكر اتصالك ست شهناز، ويا ريت كل المشاهدين يلي بيحكونا على الهاتف يحافظوا على صوت التلفزيون شوي منخفض، هيك ما بيزعجوا الجيران كمان. ست احلام حبيبتي شكرا على اتصالك. شو بدك تغني على السيدة فيروز؟ أنا أغني لفيروز؟ أخاف تسكرون الاستديو. لا 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 معلش، نعطيكي فرصة. الله يبارك فيك. شو بتسمعينا؟ أكيد رح تسمعينا أغنية من القدامى يعني. إيه ليش؟ ليش؟ جدات بهم؟ لا اللي بدت فيهم يعني. لا لا، عم نقول للسيدة فيروز طلبت منها على المشاهدة. لا شو ما كان يعني، شو ما بيخطر على بالك؟ معلش خليني اتذكر بعدين اغني لها اياها. طيب. احنا بهالوقت يا ريت استاذ علي العبدول الكنترول بيقدر يقدم للمشاهدين اغنيه من اغانيك مصوره. بلكي مع السلامه. مع السلامة تبي تبعد بحفظ الله، قلبي تعود على ذلة مواليفة، سوي اللي بيعجبك راضي بحكم الله.
وتعود على زلة مواليفة. سو اللي بيعجبك راضي بحكم الله، وإن كان قلبك نواه جراني بكيفة. فضحتني يا وليدي بين خلق الله، واليوم دمع الشره يا قود تصريفة. بنتابع معكم مشاهدينا الكرام، طبعا عذرا قطعنا الاغنيه ولكن عم تشاهدوها كامله باوقات اخرى عبر قناه دبي الفضائيه. طبعا المشاركين معنا بالاستوديو لازم يكون لكم نصيب من الحوار. أكيد. استاذ علي دولي، شو بدك تسال الاستاذ احلام كمان؟ والله فنانه احلام، انت فنانه متميزه وتميزت باللون الذي تؤدينه، فبس بنحب نعرف على اي اساس بتختاري كلمات الاغنيه؟ يعني المواضيع كتير حلوة اللي بتطرقي لها بالأغاني، بالأخص أغنية تدري ليش أزعل عليك، فبس على أي أساس الموضوع الأغنية تختارينه؟ مواضيع الأغنية أنا أختارها والحمد لله. يعني أنا في عندي ميزة صغيرة شي، يعني نحن يعني أنا قبل ما أكون مطربة كنت مستمعة، فكنت أعرف أنا كبنت خليجية شو أبغي أسمع. أي صح. وأحس إن هذا شيء ناقص، وأنا كنت أحلم إني أنا أكمله، يعني حتى لو شيء بسيط. فأي ألاقي مثلا عندنا الليل والشمعة والدموع وهاي سمعناها وشبعنا منها، فنبقي شيء خفيف الناس تحبه وتسمعه وتحفظه. تدري ليش ازعل عليك مثلا، او مثير، او مع السلامه، او انا ربي بلاني فيك بلوى. فالاغاني هذه مثل ما تشوفها لبناني او سوري او اردني او يمني، بس مواضيع هاتفي كلها الحمد لله. هذا اللي كنا عم نقوله عن النمط الغنائي الواحد. طيب من الاغنيات اللي ذكرتيهم بنحب نسمع منك شيء مباشره هلا. سمعكم أحبك موت. يلا. أنا ربي بلاني فيه بلوى، عشقتك والعشق أجمل مصيبة. أحبك موت وقلبي تشوى، بعيد أنت وأنا في دبي حبيبة. أنا ربي بلاني فيك بلوى، عشقتك والعشق أجمل مصيبة. عشقتك والعشق أكبر مصيبة. يسلم تمك ست أحلام. يعني معنا الزميل خالد درويش من حياة الناس، سبق وتداخل مرة واحدة، فأستاذ خالد درويش حابين نسمعك مرة جديدة عشان ما تقولوا بحياة الناس ما عم نتحلكم بالتلفزيون. لا ابدا ابدا. في الحقيقة احلام كنت بسألها دائما، يعني جبتونا من الصحافة، ففي عالم الصحافة احلام اكيد تورطت في عدة، دخلت في عدة معضلات او مشكلات مع فنانين اخرين. نعم. كثير ما تطير الصحافة مثل هذه، ما تفتح الصحافة مثل هذه الابواب. أو لك ليش بتصير الصحافة مثل هيك مواضيع؟ أنا كنت أبغي أحلام تقول لي واحدة من هالمشكلات اللي صارت، وبعدين عم تهربوا من السؤال، وبعدين راح نقول لك ليش نحن. أنتم بتكثروا من هذه المواضيع ليه؟ بالحقيقة الصحافة يعني في لها دور يعني من الإثارة، يعني هي تحب أنها تطلع ببعض المنشطات اللي للبيع تقصد؟ لترويج المجلة نوعا ما، لكن ايضا لاستجذاب القارئ اللي اغراءه لقراءة يعني ما يورد في اللقاء.
طيب والا المنشطات البارده يعني تصرف القارئ عن استكمال الموضوع. عاده عفوا يمكن السؤال لست احلام بس عاده بتفتشوا عن الحقيقه وبتقولوها شو ما كان ولا ليش بتاخذوا واخذوا رد القصه اذا كانت الموضوع مع ست احلام وحدا ثاني؟ يعني بتاخذوا الخبر مره واحده ونهائيه ولا بضلوا الموضوع يلا يلا بالمجله؟ احلام انا مفروض اجلس مكانك شو تحضرني. لكن احلام شو المشكلات اللي صارت يعني اعتقد دخلتي في عده يعني نقدر نقول نحن في لغتنا الصحفيه دهاليز مع مطربين او طيب شو اللي صار معك ست احلام؟ المشكله الوحيده اللي ما اقدر انساها في حياتي سالني صحفي قال لي هل محمد عبده فنان العرب؟ فانا قلت له اذا تقصد يعني مثلا اذا احنا جينا اعطينا سيده ام كلثوم لقب كوكب الشرق وعبد الحليم العندليب الاسمر فمحمد عبده قليل عليه لقب فنان العرب. لكن اذا نقول بطريقه مباشره محمد عبده فنان العرب انا ما اقول لا، بس انا اقول ان العرب منهم العرب ام كلثوم وعبد الحليم محمد عبد الوهاب واسمهم وفيروز وكثير من العمالقه الموجودين. عديتي كلهم فنانات؟ لا لا قالت الموسيقار راح محمد عبد الوهاب وعبد الحليم. عبد الحليم حافظ عويل حسبه اكثر شيء اكثر شيء اللي عم تعده هي الفنانات يعني ان شاء الله يكون اكثر شيء موجود في الساحه الغنائيه الفنانات. مين في عندك بعد تسمي؟ سمي لنا انت. ما هي قصده استاذ وديع مثلا. طيب لا لا ما هو انا قصد كل العمالقه الاطراش في ما هو انا الى الان يعني انا قلت لك بعضهم. طيب شو اللي صار بالضبط؟ انا اقول انه لو في لو انا يعني سالني هو صحفي سالني والعتب مو علي انا عتب على الصحفي لان انا مطربه جديده. نعم. ويسالني مثلا يقول لي يسالني عن الفنان محمد عبده اللي غني من 30 سنه وانا غني من 11 شهر او من 6 شهور فاذا اذا الجماهير راح تعتب المفروض ما تعتب علي انا. قصدي انه ما لازم يسالك هذا السؤال يعني المفروض لما سالني المفروض يحطه مثل ما جاوبته. طيب لحسم هذا الموضوع انا سالني انا بحب اختم يعني هذا الموضوع بشيء من حسن النوايا ودائما انت حسنت النوايا. بس انا ايش قلت؟ انا قلت لو في 5 مطربين مثلا راح يصنف محمد عبده معاهم. يعني لو انا كانا كمطربه او كمستمعه او كانسان يسال فأكيد محمد عبده راح يكون من أقدر الفنانين اللي إلى الآن يمكن ما في حد قدم ولو جزء بسيط من اللي قدمه محمد عبده خليجيا أنا أقصد وعربيا كمان. إذا بسمحي لي بس بتعقيب. تفضل. إحنا عادة الصحفيين يتبعوا طريقة في الحديث الإثارة. هي أنه سألك هذا السؤال ممكن قصده أنه يفتح لك باب أنك تحكي اللي بقلبك أو ياخذ منك شيء مميز يعني. اي وانا رديت عليه جوابي فيت مره فيت ثاني يوم سمعت المنشيت يقول احلام تصرخ وتقول محمد عبده ليس فنان العرب. فاذا كان في تشويه للحقيقه. وامس كمان عملوا معي مقابله ولقيت احلام تقول محمد عبده فنان العرب ولكن بشروطي ونفس المجله. انا ما اقول بشروطي قسموا الخبر انا قسمي. انا هو سالني وانا هذا وجهه نظري ومفروض وجهه نظري. اذا حضرتك لكن حسما لهذا الموضوع حضرتك بتقولي انه الفنان محمد عبده فنان كبير. نعم. هو له باع طويل في الفن والغناء. نعم. وتاكيدا على انت وهو احترامك له وانه طبعا هو ما في شك نسمع شيء من اغنيه محمد عبده بصوتك مع حفظ الالقاب. اقول لنا الله لنا الله يا ابو نوره لنا الله لنا الله وانا المولع على نار ليه بعد الموده والمحبه صرت تجفوني لنا الله اتقلب على جمر الغضا اتقلب 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 واتذكر عهد مضى زمان شاغل البال يوم صار الهنا عبدا لنا لا تلوموني لنا الله لنا الله يا ابو نوره لنا الله لنا الله ابو نوره هو محمد عبده. يسلم تمك. بتحبي تغني لحن من الحان الاستاذ محمد عبده يلحن لك هلا مثلا؟ فيك توجهي له عبر قناه دبي الفضائيه انه
تحب اخذ لحن من الحانك؟ انا احب ما اخذ لحن، انا احب اخذ كل الحان محمد. هيدا حسن النوايا والاصاله الفنيه. الله ست احلام، عنا سؤال كمان مسجل نسمعه سوا قبل ما يداهمنا الوقت. كان سهلة حقيقة، أنا معجبة بصوتك وبتابع بعض أغانيك في حدود يعني وقتي، وعجبني من أغانيك مع السلامة والأغنية اللي نجحت كثير نسيت اسمها. يعني الحقيقة كل أغانيك عجبتني من البداية أول ما شفتك، وصوتك جميل جدا وشكلك مقبول، وإن شاء الله يكون نسمع لك كل فترة شيء جديد وشيء حلو، وانبسطنا مشاركتك في مهرجان جرش، وأتمنى لك مزيد من التوفيق ومزيد من التألق، وإن شاء الله دائما نسمع لك جديد ودائما الأفضل، وأقول لك كمان مع السلامة. مساء الخير أنسة أحلام، كيفك؟ أتمنى تكوني منيحة. حابة أسألك سؤال، شو هي آخر أغانيك وآخر أغاني عم تسجليها هلا؟ شكرا لك. كل عام وانت بخير. إذن في كان رأي وكان في سؤال، شو هي آخر أغانيك اللي عم تسجليها؟ أول شيء أحب إني أشكرهم على مشاركتهم وسؤالهم لي. سألتيني عن آخر؟ صبية سألتك شو هي آخر أغانيك؟ آخر أغاني إن شاء الله ألبوم، إن شاء الله إذا الله قدر ينزل بعد العيد. بعد العيد مش على العيد يعني؟ العيد، رابع العيد، نعم. خمسة العيد. كمان اقتصرت الألحان اللي أخذتيها من نفس الأشخاص، بالإضافة إلى الملحن السعودي الغدير صالح الشهري، نعم، والملحن الإماراتي خالد ناصر، نعم. بإضافة لأستاذ أنور عبد الله طبعاً ليالي. طبعاً. طيب أنا الحقيقة ما رح أبقى لحالي، يعني إذا بدنا نسألك ما بتخلص الأسئلة، بس استاذ علي عنده سؤال بعتقد. سؤال. علمنا انك مخطوبه وان شاء الله الف مبروك بالتمام والكمال، بس اللي نحب نعرفه انه كيف نظرتك للزوج، او على اي اساس تختاري زوجك او الشخص اللي ارتبطتي فيه؟ ارتبطتي فيه. خليني اقول لك شيء بصراحه. تفضلي. ما في انسان في الدنيا، ولا أنا ولا مين ما كانت، تقدر تختار زوجها ومواصفات اللي تبغيه وجيها مثل ما هو جاهز، ولا كان من زمان أنا من زوجها. والله حلو هالجواب، حلو، أنا بتعاطف معك. بما أنه نحن بمحضر هلأ مجلس الرجال، فجوابك بمحله. طبعا حضرتك بتنشدل كمان بالعلاقات، تعتقد أنه في كمان؟ ما طبعا في كمان، يعني في علاقة بتحسي فيها هذا هو الكمال بحد ذاته؟ لا لا. ناخذ اتصال، نرجع نتابع حوارنا، بنرجع لك كمان استاذ بس من بعد هالاتصال. الو الو، نعم الو، ايوه مرحبا، اهلا مسيناكم. اهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله، مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك. مين عم يحكي؟ زينه من دبي. اهلا يا زينه، عم تسمعك ست احلام. ممكن اكلم؟ عم تسمعك، تفضل. كيف حالك احلام؟ مرحبا وسهلا حبيبتي، اهلا وسهلا. بغيت اسلم عليك واقول لك الصراحه انك فنانه يعني. الله يبارك فيك، مشكوره. وانا وايد نحبك. وانا احبكم كمان، انا كمان احبكم. انت تكلميني من دبي؟ الله يحييها، مرحبا. اغني لك اغنيه. تفضلي. من اغاني طبعا، ليش اني وايد احبك. حبتك العافيه بنيتك، الله يبارك فيك. تفضلي. تدري ليش ازعل عليك؟ اعشقك واموت فيك، تكسر الخاطر بدوني، ينكسر قلبي وجيك. اسمحوا لي ترى ادش اني خايفه مرتبكه. لا بديتك قولي كملي. لا لا لا، حلو، الله يبارك فيك، حلو. يبارك فيك، حلو. تسلمي يا زينه. اوكي يلا، شكرا لاتصالك. مرحبا وسهلا يا زينه، مرحبا. استاذ زياد، مره جديده بنرجع لك. الحقيقه انه الصغيرة زينة ذكرتني ببنتي الصغيرة زينة اللي دائما بتردد أغانيك. كمان تدري ليش أزعل عليك؟ دائما. فهذا الحقيقة السؤال اللي أنا بدور ببالي دائما.
حبيتي شي مره انك تعطي من وقتك هيك للاطفال باغنيه او شيء ان شاء الله او حتى يعني في فكره؟ نعم في فكره. سأطرح انا والاستاذ ان شاء الله الشاعر الكبير اللي انا بالفعل فخورا اني تعاونت معاه في الاوبريت في مهرجان ابو ظبي. نعم وكذلك في لا في معجزه اوبريت المعجزه. نعم وكذلك الاستاذ عارف الخاجه. عارف الخاجه نعم. يعني عم تنسقي انت وياه باش نتغنى ان شاء الله وانا لي شرف ان يكون تعاون ثاني بيني وبينه. نعم ست احلام خليني اسالك شغله بسيطه يعني كل الفنانين هلا اذا كمان بيوافقوني الاخوان الزملاء انه بيتجهوا الى الفيديو كليب لتقديم اغنياتهم اما يعني لسبب واضح هو لتسويقها. نعم. وانتشارها امام الجمهور. فحضرتك كنت مصرة انك تقدمي كل اغنياتك مصورة. نعم. عندك موهبة التمثيل؟ والله اعتقد نص الطريق نص الطريق الفيديو كليب احسن مكان يعني الواحد يمثل فيه. كل اقصد فنان الفنان المطرب. فكيف انت بتشوفي نفسك عندك هذه الموهبة؟ لا والله انا ما عندي غير موهبة الغناء يعني والحمد لله عندي شيء بسيط منها مو شو هذا التواضع والله. طيب ما ردينا على الصديقه اللي حكيتنا من الدنمارك طلبت منك اغنيه فيروز. نعم نعم فشو بدك تسمعيها؟ دخلك يا طير الوروار. نعم دخلك يا طير الوروار. كل حدا عم يطلب منك اغنيه فانت شو بتغني شو بتسمعي؟ انا والله احب اغنيتها اللي تقول كيفك انت. يلا بنسمعها هيدي مع زياد الرحباني. نعم بس انا للاسف مو يعني انا بردك. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولا انا والله كنت مفكرتك برات البلاد. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولا انا والله كنت مفكرتك برات البلاد. شو بدي بالولاد الله يخلي البلاد. ويه كيفك انت ملا انت. سامحيني يا فيروز لو تشوفيني. لا يسلم تمك قلتيها بطريقتك وكمان بلشتي فيها من الكوبليت. اسمحي لي اعقد بس على هلا في اثنين بدهم يطلبوا كلام. استاذ خالد تفضل. شكرا استاذ. كنت بسالها دام ان كانت العلاقه بين الرجل والمراه حول الديو. نعم. لان احلام غنت احساس العالم مع عبد الله الرويشد. نعم. وكان عمل ناجح وعمل صدى جميل يعني على مستوى الخليج. نعم. ما ادري احلام ناويه في شريطها الجديد الذي سيطرح في عقاب عيد الفطر ان شاء الله هل بيكون في تعاون؟ والله انا اتمنى انه يكون في تعاون لكن للاسف شريطي هذا راح يكون شريط خاص فيني ويشمل يحتوي على 6 أو 7 اغنيات. فينا نعرف شو هن اساميهم مثلا على السريع؟ عندنا ما ادري كيف ارضى عليك. عندنا دائما في عندك تساؤلات بالاغاني. بدنا نسمع شيء من الجديد، هذا بيكون هدية للجمهور وكمان بيكون ختام البرنامج، إذا عندك شيء أستاذ زياد تقوله بس عشان. يعني تعليق بسيط بس أي. بعد غناء ست أحلام. سماكم بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي لانت ولين علي وثوبك مو بثوبي. الراس ما ينحني الا لمولا خلك في غيظك موت مالك امل صوبي. وقول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. الهوى حب وكيف ما يجيب خنجر وسيف قلتها بكل اعتزاز مالك بقلبي غبون. قول
تسلم تمك. شفت انك عم بتشاكسي وعم تتحدي. طبعا كلمات الاستاذ الكويتي الكبير استاذي الاستاذ عبد اللطيف البناي، وكلمات والحان الملحن ملحني القدير والاستاذ الكبير اللي بالفعل احب اني اشكره في البرنامج كمان على كل ما قدم لي اياه الاستاذ انور عبد الله. على كل حال ست احلام الحديث معك ما بيخلص، وحلو انه يكون اكثر من هيك. انا بدي اشكر الاساتذه الزملاء. استاذ زياد كنت بدك تقول شيء؟ اي والله بس بدي اعقب على موضوع الفيديو كليب. انه هل ترى بعتقد انه عندنا دقيقه بعد هو اقل من دقيقه. لما الفنان بيظهر بالفيديو كليب باي اغنيه ما بيعتقد انه اهتمام الجماهير احيانا بياخذ اكثر من 50 او 60% بالشكل بالمناظر اللي عم تطلع مع نعم. الفيديو كليب وبيأثر على يعني فهمه للاغنيه او استيعابه لها. ايوه بس هذا ايش اذا هذا يروح على حسب المطرب والمخرج. نعم. اذا راح على حسب التيكات السريعه والتصوير السريع. انت مياله الى هذه المشهديه السريعه؟ لا. طيب الحقيقه يعني هذا يد عفوا هذا يدمر الفيديو كليب. لان الناس ما تعرف شو تسوي، تسمع ولا تسمع الكلام ولا تسمع الموسيقى ولا تشوف. انا بس حبيت اسمع أيوة التوضيح بس. الله يخليك يا استاذ زياد زنزول، هذا بيفتح لحوار معك بمجله لؤلؤه الخليج. انا بشكر حضورك. شكرا. بشكر حضورك استاذ علي دولي. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله بضلك تهندس الشعر. الله يسلمك. يا هلا. بس سؤال صغير ست احلام لو سمحتي. تعرف ان احنا على ابواب عيد الام. نعم. والام عزيزه لكل شخص. هل عندك شيء؟ انت حركت المفاجاه. لا. لانه صوتك حنون ودافئ. الله يبارك فيك. وتذكرت والدتها كمان هي كانت متاثره. فنتريى المفاجاه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يسلمك. ان شاء الله. أستاذ خالد درويش تشكرين. أنا بشكرك وبشكر عبرك مجلة حياة الناس، وأهلا وسهلا فيكم دائما ببرنامج مسيناكم. شكرا يا دانا ولوردتك الحلوة. أنا بشكر كل الأصدقاء المشاهدين. طبعا بدي أعتذر كثير من اللي حاولوا يحكونا مباشرة على الهواء بس ما قدروا يحصلوا خط. ست أحلام إلى لقاءات تانية عبر مسيناكم، عم نستعجل مشان نسلم الهواء إن شاء الله. فبنتمنى لك مزيد من التوفيق. مش بس 11 شهر 111 ان شاء الله. الله يبارك فيك. طبعا انا في النهايه احب اني اشكر قناه دبي الفضائيه على استضافتي، اشكر الاخوان الصحفيين على حضورهم، وان شاء الله يعني بالفعل اشكركم من كل قلبي على حضوركم. يا هلا. واشكرك حبيبتي ومسيناكم. اهلا وسهلا فيك. الى اللقاء مشاهدينا الكرام نهار الثلاثاء المقبل الساعه 11 المساء. مسيناكم.